بغض النظر عن القوانين، يعني القوانين يمكن أن تجلس وتضع أجمل القوانين، بالأخير هناك سؤالين. السؤال الأول، إلى أي مدى يمكن أن تطبق القوانين؟ واحد. اثنين، ما هي فلسفة أي قانون؟ يعني قانون الإعلام، هل هو قانون من أجل ضبط الحريات، أم من أجل تقييد الحريات، أم من أجل تقنين الحريات، أم من أجل السير بثقافة من الحرية موجودة في المجتمع؟ وهنا يجب أن نسأل أنفسنا، إلى أي مدى نحن كمجتمع فعلا نؤمن بالحرية كقيمة؟ لأننا إذا كنا فعلا نؤمن بالحرية كقيمة، وأنا أتكلم هنا عن ثقافة مجتمعية تؤمن بحق الإنسان في التعبير عن رأيه أيا كان هذا الرأي، بغض النظر طبعا إلى جانب المحاذير التي تتعلق بالتعدي على الآخر، يعني ومعتقد الآخر وشخص الآخر وحياة الآخر الشخصية، هذه مواضيع ربما الكل يتفق عليها. لكن إلى أي مدى نحن نريد أن نضع قانون للإعلام من أجل حرية الإعلام، ثم نسأل أنفسنا إلى أي مدى هذا القانون متوافق مع اتساع للحريات؟ هل هو جاء في زمن اتساع الحريات أم تضييق الحريات؟ أنا أعتقد بأن الذي يجري في الكويت اليوم بما في ذلك في جامعة الكويت هو تضييق الحريات وعدم الإيمان بالحرية كقيمة، وعليه فإنني غير متفائل بغض النظر عما سيتمخض عنه مثل هذه الحوارات والنقاشات حتى في مجلس الأمة نفسها.